مساء الانوار على حضرات سعادتكم كلكم ان شاء الله. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الفطاطري. طيب احنا النهارده هنعمل حاجه حلوه مع بعض النهارده ان شاء الله. يعني ايه ده؟ دي بتاعت ماشي استخدمها وخلاص. تقريبا دي بتاعت رويده. بتاعت رويده، مش مشكله، كله شغال. طيب يا جماعه النهارده هنعمل مع بعضينا اقول لكم، انا بس بجمع شويه حاجات، ما استنوني ثواني بس عشان عايز اقول لكم ايه، ان الوصفه دي هتعجبكم قوي قوي الوقت اللي جاي. تنفع للاولاد في المدرسه بشكل لا تتخيلوه، تحفه. هنعمل فراخ بس صدور كامله على بعض بالبابريكا، وهي طعمها حلو قوي وكمان طريقتها سهله فوق ما تتخيلوا. تعالوا نشوف مع بعض الطريقه بتاعتها او المقادير بتاعتها، هنحتاج ايه بالظبط. عندي صدور فراخ، مش عايز اقول لكم 2 3 4 1 اللي موجود عندكم مفيش مشكله، بس طبعا اكيد مش هنشغل الفرن غير على كميه كويسه تكون يعني حلوه كده، نعمل بيها شويه فراخ حلوين يعني. فهنقول عندنا 3 صدور فراخ مخليين من العظم طبعا، معلقه كبيره بشر ليمون، 3 معالق كبيره زيت زيتون، معلقه 3 معالق كبار بابريكا، معلقه كبيره زعتر جاف، ومعلقتين كبار روزماري برضو مجففين، ومعلقه كبيره ريحان مجفف، معلقه كبيره توم باودر، وشطه، ده اختياري على حسب ما انتم عايزين. الشطه دي هنكتبها كده اختياري على حسب ما حضراتكم عايزين، وملح وفلفل اسود. تمام، دي التتبيله بتاعت الفراخ بتاعتنا. تعالوا نشوف احنا هنتبلها ازاي بالظبط. اول حاجه هعملها هجيب عندي بوله تكون تكفي دول، هتكفي دي زي الفل. خلاويص، وهنلبس جلافزين عشان نعرف نشتغل. قبل ما همد ايدي في الفراخ هكون مجهز تقريبا كل حاجه انا محتاجها علشان ما بهدلش الدنيا حواليا. دي نقطه مهمه يا جماعه هقولها لكم مره تانية، انا قلتها اكتر من مره قبل كده بس ما فيش مشكله خالص ان اقولها مره تانية. لو سمحتوا لو سمحتوا، الشغل في المطابخ عامه وفي الاكل بالاخص بيحتاج مني اني اكون مركز. يعني ايه مركز؟ يعني مش مثلا اهدر خامات او اضيع وقت او ابهدل الدنيا حواليا او اعمل حاجه قبل حاجه وتكون ترتيبها غلط. كل الحاجات دي مهمه جدا جدا في المطبخ بتاعنا، ده مهم قوي بالنسبه لي. خلاص كده، يعني مثلا انا دلوقتي محتاج زيت زيتون هنا في الوصفه دي مثلا، يعني مش هحط الحاجات هنا واقلب زيت الزيتون وبعد كده اروح اطلع بلانشا والعب في المطبخ تاني وافتح الدواليب او اخلع الجلافز وارميه واضطر البس جلافز تاني. لا، انا اقدر ببساطه قوي هقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هاخد بس كل الحاجات الجافه بتاعتنا اهي، مقادير التتبيله الجافه بتاعتي احطها هنا في البوله. الشطه احنا قلنا اختياري، فانا هحط بس حاجه بسيطه جدا جدا من الشطه وهسيب الباقي ليكم انتوا، يعني انتوا حرين في الموضوع ده. البابريكا طبعا كلها عشان هي الفراخ اصلا بالبابريكا، والثوم الباودر والزيت الليمون بتاعنا، وكده الموضوع يبقى بالنسبه لي ايه، عظمه جدا جدا. خلاص، اخد الفلفل الاسود معلقه صغيره كده او معلقه ونص صغيرين، وناخد الملح هاخد لي في حدود مثلا معلقتين او 3 معالق صغيرين ملح. خلاص، نيجي بقى للنقطه المهمه. انا دلوقتي هدخل على زيت الزيتون وهدخل على الفراخ، نعمل الكلام ده؟ لا، انا قدامي حاجه تانية مهمه قوي محتاج ان انا اعملها. ايه الحاجه التانية اللي محتاج اعملها؟ اني اكون بجهز الصاج بتاعي، عشان انا كده كده غصب عني همد ايدي فين؟ في الفراخ. فاذا كان انا هعمل كده يبقى انا في الاول خالص اول حاجه اعملها اجهز الصاج بتاعنا، وهحتاج ان يكون عندي ورق زبده وورق فويل. خلاص الكلام، ورقه زبده وورقه فويل على قد الفراخ بتاعتي، علشان اهلف كل حته فراخ في ورقه فويل وكمان ورقه من الزبده علشان ده اللي احنا هنسويه، او ممكن احطهم الثلاثه مع بعض ما يجراش حاجه. فخلينا نحط الثلاثه مع بعضهم
بالمرة مش هيجرى أي حاجة خالص. فهاخد لي حتة ورقة فويل زي دي وورقة زبدة كمان حلوة زي دي أهي، وخلاص وزي الفل كده، ده اللي أنا هحتاجه. خلاص يا جماعة، بس يبقى أنا كده على الأقل خلاص جهزت إيه، جهزت دنيتي علشان أعرف أشتغل. أجي هنا بقى للموضوع ده، وأجي واخد عندي زيت الزيتون في حدود 3 معالق زيت زيتون كبار كده حلوين، خلاص، وأدي القصة دي تقليبة حلوة زي ما أنتوا شايفين كده. هتتقلب معاكم بالشكل ده، هتحسوا ان هي عاملة زي ما تكون رملة، ما يجراش اي حاجة خالص. عايزين تزودوا برضو، ما يجراش اي حاجة خالص في الموضوع. واخد الفراخ بتاعتي اهي، وديها تقليبة وادعكها دعكة حلوة كده بايه، بالبابريكا والاعشاب بتاعتي اللي انا حطيتها دي كلها. خلاص الكلام اهو، تتبيله جافه بس حلوه قوي وهتعجبكم، وهتفحفح لكم الدنيا فحفحه محترمه. خلاص الكلام اهو، وخاصه كمان بعد ما تطلع هتلاقوا الموضوع مختلف خالص. على فرن عالي، لازم تكون حراره الفرن بتاعت اللي عندي حرارتها عاليه، مش هاديه، علشان بس ما تنشفليش الفراخ. خلاص كده اشيل ده، شفت انا بقى عملت غلطه دلوقتي، وهاخد عندي حبه زيت زيتون في الناحيه دي كده على ورقه الزبده بتاعتنا، وبايدي التانيه احط الفراخ اهي. وكده انا مش محتاج الجلوفز اساسا، وندي كمان حبه زيت زيتون حاجه صغيره، وهنكمر الفراخ بتاعتنا اهي. ويلا بينا على فين، على الفرن على طول، ونسيبها تستوي تقريبا في حدود ربع ساعة تلت ساعة 25 دقيقة ده لو زادت قوي، على فرن درجة حرارته عالية، ونقفل عليها. وكده احنا ايه، خلصنا الفراخ بتاعتنا والدنيا زي الفل. تمام، ادوني ثواني اجيب لكم الوصفه الثانيه، وندخل على وصفه هتعجبكم قوي وجميله جدا جدا. هي من المطبخ الاسيوي بس طعمها حلو قوي، وينفع تقدم مع الفراخ دي. وجربوها وشوفوا اخبارها ايه بعد ما تخلصوا الحلقه، وقولوا رايكم يعني فيها. ادوني ثواني وارجع لكم على طول. رجعت لحضراتكم مره تاني، العيال اللي هنا دول جوه وبره مش ماشي. طيب عيال زي الفل بصراحه، ربنا يخليني ليهم يا رب قادر يا كريم. طيب احنا حاطين الفراخ بتاعتنا في الفرن، عايز اجيبها نبص بص عليها مع بعضينا. ادوني كده ثانيه اجيبها من الفرن هنا اهي، يعني نفتح نشوف اللي احنا كمرناه في الفرن ده ظروفه عملت ايه بالظبط، ولا وصل لغايه فين، علشان تبقى ايه الدنيا تمام يعني. بص ياسمين، جمل تعالى يا جمل، حاجة آخر عظمة ايه اهو. بس انا لسه هكمرها تاني، هتأكد اذا كانت استوت ولا لا. اهو لسه، بص 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 المية اللي نزل ده قد ايه، ده كده كتير قوي اللي نزل ده، فده معناه ان احنا نعمل ايه، لازم تتكمر مرة تاني. يلا اديها تكميرة كده حلوة، ودخل يا باشا على الفرن مرة تاني. يلا بينا. خلاص معنى انها نزلت مية زيادة كده، ده معناها انها لسه العصارة اللي فيها اللي جوه شغالة بتسوي بتغلي، فتكمل غليان وتبقى زي الفل 10 على 10. طيب نجيب عندنا الطبق ده عشان ده هنحتاجه دلوقتي في الوصفه بتاعتنا خلاويص، ونبدا نشوف احنا هنعمل ايه، ولا بنجرب حاجه كده على السريع اهي. سيبكم منها يعني، مش قضيه بالنسبه لنا. طيب الوصفه الثانيه بتاعتنا هي وصفه حلوه جدا، بس هي من المطبخ الاسيوي، اسمها سلطه البطاطس الاسيويه. تمام، عباره عن ايه، كيلو بطاطس مسلوقه ونص كوبايه نشا،
وميه مغليه، ده عشان بس هنسلق فيها البطاطس مره تاني. يعني هي بطاطس مسلوقه هنعملها بطريقه معينه هقول لكم عليها حالا دلوقتي، وبعد كده هنبدا ان احنا نحطها في ميه مغليه تاني، ومعلقه كبيره ملح. ده لعجينه البطاطس. العجينه دي بنعملها ازاي؟ انا اوريدي عملتها عشان بس وقت الحلقه ما يضيعش مننا. البطاطس اتسلقت وخدنا البطاطس هرسناها مع نص كوبايه نشا، تمام الكلام، ومعلقه الملح، وقلبناها مع بعض وخليناهم كانهم عجينه. ولو احتاجنا سنه ميه ممكن ناخدها من ميه سلق البطاطس، اتفقنا؟ وبعد كده عملناها كور زي ما انتم شايفين كده بالظبط اهي. خلاص؟ اهي يا ياسمين. خلاص؟ طيب. دي كور البطاطس اللي احنا هنعملها، هننزلها في ميه مغليه، بعد ما تنزل في ميه مغليه هتطلع على دريسنج معين هنعمله مع بعضنا، تعالوا نشوف المقادير بتاعته عباره عن ايه وهيتعمل بانهي طريقه. فلفل احمر حراق مفروم. فلفل احمر حراق مفروم. معلقه كبيره صويا صوص، معلقه كبيره صويا صوص، ومعلقه كبيره سمسم ابيض، وربع كوبايه زيت سخن هنسخنه مع بعضنا في الطاسه مفيش مشكله خالص، ومعلقه صلصه وبابريكا وملح. تمام كده؟ مره كمان، فلفل احمر حراق مفروم وصويا صوص معلقه كبيره كده حلوه، ومعلقه كبيره في سمسم ابيض وزيت سخن ربع كوبايه تقريبا، ومعلقه كبيره صلصه وبابريكا وشويه ملح عشان ندي بيهم الطعم بتاعنا. خلاص، اول حاجه انا هعملها انا هحط بس هنا عندي البطاطس اللي احنا عملناها اهي في الميه المغليه. ده خليط البطاطس، احنا عملنا البطاطس اتسلقت واتحطت مع نشا، وبعد ما اتحطت مع نشا اتكورت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد ما اتكورت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هتنزل معانا في ميه مغليه اللي هو ثواني، يعني بالكتير قوي 30 ثانيه وهتطلع معانا على طول. خلاص كده؟ طيب الناحيه الثانيه انا عندي هنا الطاسه بتاعتنا هنحطها على النار ونحط فيها الزيت بتاعنا اهو. خلاص ماشي يا جماعه، ادي الزيت بتاعنا حطيته في الطاسه وهنشوف هنعملها ازاي. طيب تعالي لي في الحله هنا يا ياسمين، بس خد بالك عشان الميه سخنه احسن تتلسعي. اهو ابتدى البطاطس بتاعتنا تعمل معانا ايه؟ تطلع لفوق كده. انا خلاص انا مش عاوز حاجه تانية اكتر من كده. البطاطس ابتدت انها هتشتغل معانا، هبدا اطلعها على طول، تاخد البلانشيه ده مش اكتر من كده، هطلعها على طول معانا فين؟ في الطبق بتاعنا، واسيبها تبرد. انا كده مش محتاج حاجه تانية اكتر من دي خالص، كاني بسلقها سلقه خفيفه واخلي النشا اللي فيها يعمل معانا ايه؟ يمسك البطاطسايه كمان بالمره معايا. خلاص اهو، بس خدوا بالكم بالراحه علشان البطاطس بس هي، انا خبطت كام واحده منهم دلوقتي ابتدوا ان هم يتبهدلوا. نقدر كمان ننزلهم في ميه ساقعه، وده اللي انا هعمله دلوقتي على طول عشان بس ما يتبهدلوش ويمسكوا نفسهم. خلاص يا جماعه، هاخد كمان شويه البطاطس الباقيين اهم على ما الزيت بس بتاعنا يعمل ايه؟ يسخن. يلا بينا. وهجيب هنا حبه ميه ساقعين هنزل فيهم البطاطس بتاعتنا عشان ايه؟ ما تكملش سوا معايا، انا مش عايزها بس تستوي اهو. هنزلها في شويه ميه ساقعين وبعد كده هعمل فيها ايه؟ هطلعها تاني على الطبق بتاعنا. خلاويص يا جماعه. طيب انا اقدر اشيل دي من على النار، خلاص انا مش محتاج ان انا اخليها على النار وقت اطول من كده، علشان بس انا محتاج اشغل العين دي هنا احسن، او هنقل الاثنين دول، يعني هجيب دي هنا احسن اهي عشان بس انتوا تشوفوا كمان الزيت بتاعنا. خلاص كده، خلاويص كده، ابدا ان انا اعمل ايه؟ الزيت بس يا دوب ياخد معانا سخونه يبدا يسخن، وهبدا اعمل فيه الدريسنج او الحاجه او الصوص سموه زي ما انتوا عايزين اللي احنا هنحطه على البطاطس بتاعتنا، او اللي انا هقلب فيه البطاطس بتاعتنا دلوقتي على طول. خلاويص، اخد باقي البطاطس اللي هنا انزلها برضو معانا فين؟ في شويه الميه الساقعه دول. طبعا لو عندنا شويه من التلج برضو شغال ما يجراش اي حاجه خالص اهو. خلاص يا جماعه،
خلصنا الموضوع بتاع البطاطس، نطفي النار بتاعت الميه ونشغل هنا كده، ده اشتغل معانا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في موضوع الدريسنج اللي احنا هنحطه. انا كل اللي عندي هنا الصويا صوص والسمسم والفلفل الحراق. اول حاجه هعملها هنزل بالفلفل الحراق، تمام الكلام اهو، هسيبه يسخن كمان شويه. على ما يسخن بس سيكه احط دي على جنب واروح اشيك على الفراخ بتاعتنا تاني، لان انا مش عايزها تنشف معانا في الفرن. خدوا بالكم الفراخ مش المفروض تنشف في الفرن، تمام؟ يعني واحدة واحدة كده، اللي احنا شفناه من شوية ده ممكن قوي يقول ان احنا كده خلاص الفراخ قربت يعني. خلاويص اهو، نجيب السكينة بتاعتنا ونشوف الدنيا اخبارها ايه. عظمة جدا، ما اعتقدش انها محتاجة حاجة تاني. انا هقفل عليها عشان تفضل سخنة، تمام، على ما نيجي نقدمها بعد شوية. خلاص كده اهي على جنب. الفلفل بتاعنا اتظبط اهو، هبدا ان انا احط عليه السمسم وهبدا اديله معلقه الصلصه بتاعتي اهي، ونضيف كمان البابريكا. خلاص، واجيب هنا معلقه عشان ادي تقليب. طبعا دي حراقه موت عشان الناس اللي بتحب الحاجات الحراقه. خلاويص، وناخد عندنا كمان سنه الفلفل والملح بتوعنا. اطلع بقى البطاطس بتاعتي هنا اهي، واخر حاجه عندي الصويا صوص، طبعا لسه ما اتضافتش، هنضيفها حالا دلوقتي. انزل بالبطاطس والصويا صوص وادي تقليبه خفيفه بالشكل ده اهو، وكده سلطه البطاطس بتاعتي جاهزه. بس خدوا بالكم دي سلطه اسيويه حراقه جدا، وبتعتمد اكتر على قصه ان يكون فيها فلفل والسمسم والحاجات دي كلها. خلاويص، هديها غلوه على النار وثواني اطفي الموضوع. وابراهيم وداها دلوقتي على طول، فادوني ثواني تاخد غلوه بسيطه، نروق الدنيا بتاعتنا ونجيب حاجه نقدم فيها واوريكم احلى سلطه واحلى فراخ. ادوني ثواني وارجع لكم على طول. سلطه البطاطس يا جماعه اهي، اخر حاجه نعملها عليها نديها شويه سمسم ابيض خفيف بالشكل ده. عايز اقول لكم انها مختلفة جدا عشان تبقوا بس عارفين، مختلفة وفي احتمالية كبيرة جدا ان حد يحبها وحد لا، لانها صنف جديد. لكن جربوه، واللي بيحب الحاجات الحراقة يدوس في الموضوع ده. والزيت اللي فيها اللي انتم شايفينه ده، لو الكاميرا جايبه لكم اكيد، ده اختياري، انتم حرين جدا تقدروا بعد ما تخلصوا بالوج بتاعكم تحطوها في مصفى تتصفى وتقدموها زي ما هي، والموضوع انتهى، بسيطة جدا. الا انها بتتقدم بالطريقة دي، مفيش مشكلة خالص فيها. طيب انا هجيب دي هنا كده اهو، عشان انا دي مجهزها علشان بس اعمل ايه، هاخد من عندي هنا حبه الفراخ اللي احنا عملناهم وسويناهم دول، وهاخدهم كده واحده واحده واقطع لكم الفراخ، وشوفوا شكلها عامل ازاي. عظمه كده زي الفل اهي. لسه سخنة جدا، انا مش عارف احنا كلنا ساكتين ليه واحنا بنقطع. الكل ساكت. ده معناه حاجة، استنى ادوق الأول. إبراهيم طعمها فراخ.
احنا بنجيب الفراخ منين؟ ايه ياسمين؟ ياسمين بنجيب الفراخ منين؟ لا انا بتكلم بجد، احنا من الفرارجي. مش عارف، طب لما تقول لحد، طب انت عارفه جت منين كلمه الفرارجي دي؟ ليه طب ما نقولش فرارخي؟ او فراخجي مثلا. يا جماعه الفراخ طعمها حلو قوي حقيقي، الفراخ طعمها تحفه. فرارخي فرارجي، انت نسيتي فرارجي؟ هنقعد بقى نشوف الفراخ والفراخ وننسى الحلقه، خلينا بقى نركز في الحلقه. طب يا جماعه ادي الفراخ بتاعتنا، هي حلوه قوي والريحه جميله، وكمان الطعم انا دقته لكم، يعني انتم ما تتعبوش نفسكم وتدوقوا، انا دقته خلاص. طبعا الواحد لولا خايف ان هم يسيبوا اللي وراهم ويجوني هنا كنت دقت حته تاني. هقطع دي خلاص، هقطع دي خلاص، ويلا بينا. انا خلصت. اهو حبه هنا، حبه هنا، حبه هنا. انا كده خلصت تمام الكلام، ماشي يا جماعه. انا بشكركم جدا جدا، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم. ومتنسوش الفطاطري مش مجرد ايه وصف. طبعا احنا عندنا، بص ياسمين شايف الحاجات اللي نازله دي اهي، شايف الحاجات دي؟ دي ما تترميش، نزعل جدا. نيجي واخدينها كده ونديها سقسقه كده على الفراخ. اوه اهو، يلا تاني هنا. خلاص يا جدعان، حلقتنا النهارده مشطشطه وكلها عباره عن توابل وشغل حلو قوي. يلا اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، وما تنسوش زي ما قلت لكم الفطاطر مش مجرد وصفه. واشوفكم ان شاء الله على خير وفي خير طول الوقت. باي باي. اخد الحته دي قدامهم كده وادقهم شويه. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.